يا مصر هيا أخرجي، يا مصر هيا أخرجي أبناء قلبك للفداء. يا مصر هيا تصرخي، زاد الظلم والاعتداء. عم الفساد الرؤساء، صار الظلم صبحا مساء. قلب الرئيس كقطعة سوداء، يسكنه دم الشهداء. لماذا العند والكبرياء؟ لماذا العند والكبرياء أبعد كل هذا الثراء؟ دعني أقول، دعني أقول كما قال حسن لرئيسه المؤتمن: أين الرقيق واللبن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ معذرة يا حسني مبارك، وأين صاحبي حسن؟